يعني ثم اللي يتاكل في حينه واللي زاد على الحاجه كله يقع على الادخار نتاعو. الفلفل هكايا يشيحوه ايه ومن بعد يرحيوها تولي هريسه ولا كيفاش معناها؟ لا تنجم هذاك اذا كنت تحب تعملوا هريسه ايه. هكا شيء يذبل شويه ومن بعد يقع تفويره ومن بعد يقع احيانا الهروس ايه والهريسه ثم الهروس ثم الهريسه ايه. اما هذاك يعملوها زينا يعملوا في اللحمه شيء اللحمه باهي ينضاف بالباهي ويقع احيانا ويقع خزنه والثوم هذاك انت ما زلت تعمل الفلفل الاحمر؟ يستحيل باش نشري في السوق بالله والله يستحيل وهو الناس جماعتي يعرفوني يستحيل لو كان يبدا ايش ما شاء الله عليك. لا لازم العوله هذيك عندي حاجه يعني شيء استنى ايوه حضر الفلفل الاحمر مش داخل في الحلمه حسب الترتيب الكونديكتور يا اذا قال الحلم الفلفل الاحمر فيه الشيخ ان شاء الله خير يكون اسمع هو الحلمه توي الكونديكتور نتاعي انا يا سيدي ايوه تو في ترتيب الحلمه هم العللش العللش ايش عجبتك شيء هيك الحيمات والله العظيم عارف شيء هيك باش هكاك على خاطر العلاج طبيعي يصرحوا يصرحوا من كون الله صحيح مش على في مركب ولا ومهنه التو خلينا من الحم ايه. على البالي كل بيئه وعندها المرعى نتاعها ايه. وعندها حشيشتها ايه. تبقينا المهنه نتاع الرعي في حد ذاته هي مهنه قديمه جدا ومهنه الانبياء حطها الرسول عليه الصلاه والسلام اشرف الخلق سبحان الله يعني تعلم المسؤوليه وتعلم من الرحمه تعلم من القياده تعلم كل شيء على كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته بما فيه راع الغنم مسؤول على رعيته وراعي في المنزل الاب الاسره مسؤول على رعيته والمسؤول في الدوله مسؤول على رعيته على كلكم راع وكلكم مسؤول وكل راع مسؤول عن رعيته احنا الشويهات احنا المظاهر الطبيعيه كي نقربوا ما يهربوش لا يهربوا ما في شك وما ليش يهربوا اليوم ما خايفين من بشر الموج وقت اللي يقولوا انت يا اخي شمس انت ما خايف من الاذى هو خايف من الاذى تو النعجه كيما الماعز او العلوش معناتها ما يتسيب منه حتى شيء قلت زاد لا كله هو تنجم تعتبره كله فصيله واحده كله يعاد من ضمن الغنم اللي ما يطيش منه حتى شيء كله متوظف ما في شك الحم اما هذا بالطبيعه عنده صوف الماعز حتى هو الشعر نتاعو كيما قلت لك يستغل في صنع بيت الشعر في النسيج بيت الشعر وتعرف تو في الجزان انت قلت لي تعرف جز ولا ما تعرفش؟ نعرف الجز نعرف والله بالمجد هو يقول له جز ولا زز هو الجز الجز اما احنا هكا نقولوا زز ايه في الملفوظ ما نشدوا الزين اي شوف لنا نعجه وجزها لنا لا شد الكبش هذا كبش هو كبش شد الكبش دي ما عقل علي انا واحلب اهو انت الساعه حلبت الماعز لا لا من ساقه عاد مش هكاك متشوشوش اخطفوا من ساقه اي صاحي الابدان عايش اي صاحي الابدان اي اطرح تطرحوا مش نزلوا الكبش احنا بسم الله باهي بسم الله سيس مصحي صاحي يا صاحبي هات الجلم وهات خيط هات خيط هاي سي شوف يا سي يا سي قيس اول حاجه السقين هكا جيب الساق هذيا وتربط له سقين من هنا تربطهم هاي تربطهم ملا يديرك على خاطر يغلب عليك يولي معقول وكي تربط تربط هكا مش مش رطوش دقيقه اي مش رطوش دقيقه معقول هذه تقعد تسيبها ما يسالش من هو مش يستعمل عليها هات سيدي بسم الله تمشيش تذبحوا لا 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 بسم الله هاي سيدي هذا الجلم هاي طول الجزين هكا وحده وحده تتبعوا لا هي صنعه راهي انا واحد نجز بالبدا بالقدا شنو هاي لا لا معناتها كيفاش العمليه تتبع هكا على الاول هو هو الجلم يمشي عجل عجل يمشي عجل وتقص اما ساعات يتقرض راهو اذا كان واحد ما هو صنيع يقرض والله ساعات يطلعها بلحمتها بالله اي اها ويقول لك اللحم تحت الجلم لازم تزيس تبدا هكا بشويه بشويه على الاول حتى يتسرح ومن بعد يولي مسرح فهمتك اي وتو انت منين حفظت هذا الكل؟ والله مليان صغير مغروم ولتو ديما انت حيرني مواجعي تعرف علاش حيرتني مواجعي مو؟ انا خاطر قومهم لي والله اللي سرقهم لي والله العظيم عملت له فضيحه والله العظيم روح رجع ندم اسمع قال لي سارقك توا راهو مش يقدم في صوابعه فهمت؟ اذا يقل كل حلقه يذكر لي ويذكر لي علاش انا مش مسيبه مش مسيبه انا مش مسيبه ان شاء الله من هوني نخر الحلقات نتاع يوسف نلقاوه سارق بطبيعه العلوش مش تلقاه يا يا اخي غالب كي يعوض ربي كيما قلت لك شنو الكيف وطار باهي اش تحب ززك عمك يوسف انت محظوظ ما شنو انا عندي ياسر لطف على خطر ووقت توزنا كيت شوي اي تو باهي ايه يستحيل انا بحول الله من نضره ولا تو هذا الصوف شنو نعمل بيه الززه هذيك اللي مش تخرج هي مش تخرج الززه اي ومن بعد يتعدى يتنشر
على التراب يتنشر ومن بعد يتغسل يدق ويتغسل ومن بعد يمشي شيل النسيج وشيل الرصاص يعني نقول رصاص يعني يرصوا به المخادد والجراري ما احسنش من جراية الصوف ما احسنش من الصوف مال ملفوف مال ملفوف اي نعم الصوف مال ملفوف يخسر هاك انت حليت لي حاجه لا بالمجد علاش احنا تواك تقريب حتى الثياب نتاعنا تخلينا على الاغطيه الصوفيه ليه الاغطيه الصوفيه اللي تخلينا عليها علاش ليه لو بالك هالتوبيات لا لا الاغطيه الصوفيه راهي عندها فوائد صحيه كبيره ياسر صحيح حتى الاقمشه اغلبها خاليه من الصوف ولا تحتل... اي نعم الصوف مال ملفوف بيه. والصوف يتباع برزانه وشنو معناتها الصوف يتباع برزانه فيه رمزيه كبيره ياسر اللي هي اي هذه وقت يقولوها المثل هذايا في المخذة والمعطى وقت اللي مش هكا انت بقالوها لكش لا قالوها لي هاجر وقت مشيت تخطبها لا قالوا لي اش قالوا لك الصوف يتباع برزانة ايش ني معناتها يعني هاجر هذيك في مقام الصوف بما يحمل الصوف من قيمة من قيمة من رمزية لأن الصوف دفء لأن الصوف ستر لأن الصوف جمال هذا كله تحمله كلمة الصوف يتباع بالرزانة يعني المرأة ما تعطوهيش هكاك وبرا توصوف مال ملفوف به مش آي آي 5000 كثر خيرك شو ما شاء الله يكد الدلاع وكل الخيرات والله العظيمة شي عمل كيف ايوه مشو الدلاع عندك شي مخلي بضاعتكم ردت اليكم معه بر الجمل معه بر الجمل مالك مبخر بهما ايوه بخر الجمل يجيك بخر العلوش يجيك بسم الله سيس روحك بسم الله الله مصلى على سيدنا محمد اللهم صل وسلم شكرا لله والله العظيم قل لك رات العين وكذبت طاب الخاطر رات العين طاب الخاطر لا نعرف من رات العين وكذبت انا لا لا رات العين طاب طاب الخاطر قلنا رواك نقول بسم الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله رات العين طاب الخاطر يقول لك نعم يوسف ما شاء الله تو هذه تسمى طابت هذيك عندهم هما الطريقه نتاعهم يعرفوا هاي احنا قبل نشوفوها بالحارس اهو هذا الحارس حارس اهو هذا الحارس هذا كي يبس هاي. الحارس هذايا طابت اما تولت فلا تقنيات اخرى اما قبل هيك هي الحرفه في الجنه نتاع صفاقس يا عم يوسف اي نعم يوسف اي نعم معناتها كانوا برشا البحيرات نتاع الدلاع ونتاع ها فن كبير فن شنو فن يا باي هل خدمه البحيره هذه يقولوا يسميوها بحيره هاي حيرة. وكانت عندهم قواعد كبيرة ياسر أول حاجة البحيرة هذه من غرسوها كان بعد الحصوم الحصوم إيه؟ اللي يجيوا في سبعة في 11 في الربيع ويقعدوا سبعة أيام يخرجوا الحصوم نغرسوا البحيرة وتغرسها كوشي وقت اللي يبدأ البحر حي إذا تغرسها والبحر ميت راه يتخرج النوار وتقتل ما تصيرش وكانت عندنا أنواع من الزراعة انقرضت مثلا في الدلاع عندنا التريكي السمحة ياسر وفاد يبقى حتى يبقى بلا صبرك تقول انتبع في الشمس انت مظلل علي انت تعملها وانا نعمل ايوه وانا نعمل لك الظل هي قد الظل ميزالش قلت لك انت عندنا أنواع كبيرة ياسر وكانت البحيرة توك ولا أغلب سقوي أما احنا قبل في برس فيها بعلي بعلي وشنو ماها شنو سقوها سقوها هو النحشة كيفاش عرفت المحشه المحشه اللي حشينا بها ماشي هذيك عاد محشه بالزيله وتجبدها وتحب الاجيال وتحب لها صنعه اي وتهذيك هذيك يبدا يخدم هكا ومن بعد هدان ومن بعد هكا ديما طالع هابط وهذيك هي سقيانها سقيانها هي المحشه يخرج ما شاء الله ومحشوها في خير قايله هي غرغوريه القايله قايله وهذيك هي هكا الغبره نتاع المحشه هذيك هي اللي تصيرها من غير ما تجي حاجه اخرى حاجه اخرى اللهم صل على سيدنا محمد هذه زعما طيبه ولا هذه هذه بحول الله طيبه هذه الساعه خاطر انا ريت فيها الحارز هذه ورقه هونيه صغيره تبدا يبس اذا كان يبسد معناتها هكي طيبه ايه طيبه وحتى من الحس نتاعها شوف ان عم صاحبي عنده شي سكينه شوف تمشي سكينه ما عندوش لم والله ما شاء الله كل شيء حاضر عندي كل فياكم هاي نقصوها من هوني قبلها نعمل باليد ليمنه ما حبيتش مش عرفت الشيء ماني مش عرفت الشيء اي سيدي دا يعمل القوارة نتاعك القوارة بسم الله المثلث القوارة تمشي الغليق سيس على ركبتك بسم الله قول بسم الله بسم الله قلت صح سيدي مثلث مش مربع مثلث الدير ورطالها احنا في بلادنا غير في سقيد الدير نعمل مثلث وانت وهذه نسميوها القوارة قوارة والقوارة ياك لكن البو الكبير يقولوا ما فهمتش علاش لا البو البو علاش يتمجل عليه حد وكا هو هي طلعها ناكلها بسم الله بسم الله باهش ما شاء الله والله بالحقه والله وين ناكل وشلغف حلوه اكل وشلغف عاد ما جبتش قلمه هوني في التراب باهي قيمه خليها تنزل بسم الله اي سيدي
توا المرحله اللي بعد الحلمه سنة الحلمه هي الدليل بتاعنا هذه مش داخله في الحلمه فراست لي المساله شويه بعد الشياه شنو نعمل كيف كفنت بالبيم ولا تخرج عليك حاضر عليك بالله والله نمشي نقاشي فيه في المنطقه هذه ونحكي عليك يا والله طبيعه ايش قولك والله والله شيء والله روعه فيها واحد يعيش بالفعل يعيش على الفطره كيف هاي سيدي هذه قلوب بيم وقرش قرعه ما هذا بيم وقرش دلعه والله قرشها والله قرش يحشم منها يحشم منها هاي سيدي اي نعم تو بسم الله تنكس سيرة بالك اجى من هنا اجى من هنا تنكس معناتها تضرب سقيها تساقها ما هي شنو وسيله الدفاع نتاعها يعني كيفاش يلزمني باش ما يقاش ندور هكا زعما هاي سيدي بسم الله تو شفت شنو تعمل شنو تعمل شنو تعمل شيء البهيم اي نعم ديما كيما لحمه الكرومه متاكله ومذمومه ديما السبه والكلمه الحرشه في البهيم هو رمز البله والبلاده هو رمز المهانه هو يقول لك البهيم لا احلى يبات في دولاب ولا لا يوقف في باب ولا يبات ولا يتربط في دولاب اش معناتها يعني ما يقفوش بها على الوزراء وعلى الامراء وما يبيتوهاش في الدولاب يعني في الكوري يبيتوها تحت طابية وياكل اللي يجي ويرميه دائما وابدا مهان هو علاش انا مش نقول لك مثل أي. سمح ياسر والله هو معبر للغايه في تعبير هو رمزي هو كله دلاله رمزيه يقولوا الجمل ملس. اللي كنا عنده ملس لا لا قلوشت اشت ايش انا قاعده في ملس بتاع الماعز متبعتني هي مش ملس الس 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 للماعز وزعل الجمل وقر قر للزيل قال لك الجمل كيف يطيح من فوق مولاه يقول بسم الله على ولد سيدي يجيب لي العلف ليدي والبهيم وقت اللي يطيح مولاه فوق منه ايش يقول؟ يقول كسر الولد الناس حضر له البلا والفاس يقول قال علاش الجمل قال هكاك والبهيم قال هكاك هو بهيم الرمزيه ماكاينش شك خاطر اللي هو زوز ما يقولوا لانه هذاك دائما ابدا مكرم ما عندوش حق في قلبه اي والحمار البهيم ديما مهان ديما محقور تحمل صارت عنده هيك الضغينه وهيك الحقد في قلبه هذا علاش ما قريش كيفاش معقول واحنا قبل في جهه صفاقس معناتها كانوا يربيوا البهايم من بين ما ثماش دار وما عندك ريت ما ثماش دار قبل ما عندهمش موبيلات مو هكا ولا ما ثماش دار وما عندهمش كرد بهايم اضعف الايمان كرد اش معناتها؟ مو ثم انواع في البهايم من عارف هذيك انا ما قل لي ثم الكرد هو هيك الصغير الصغير هذا اذا يقول لك البهيم القصير الناس كنت تركب عليه صحيح حاج وركب هذا شنو هذا؟ هذا لا هذا باهي هذا 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 ادغم يقول لك ادغمك لا تبيعه وادغم الناس لا تشريه فما الكرد والكردوغه لا الكردوغه نتاع حجر اما في البهايم ثم عندك الكرد ثم عندك الحو بهيم حو حو واحسن البهايم كانت عندنا البهيم المصري تعرف البهيم حو عم صاحبي حو اسمه بيه مستبيض شويه هيك مستبيض شويه ثم المصري البهيم المصري سمح ياسر وصحيح ياسر اي كنجيبوه من مصر من جد بهايم سمح ياسر ما شاء الله عليهم وهذا راهو انا ريت كتاب فيه اسماء الحمير وفيه خصائص الحمير في حاجه كبيره بحر بحر من المعلومات على الحمير تعرف الحمير دجنا حتى قبل الجمل تعرف القوافل قبل ما تكون قوافل نتاع جمال كانت قوافل نتاع حمير ومن جم لا ادل على ذلك ما يقولولوش وين فلوسك يا جمال يقولوا وين فلوسك يا حمار في الصفيحه والمسمار المسمار الحمار هو اللي كان قابلت الحمير نعم اما نكاس راهي نكاس نجم نركب عليها تركب امركب من غادي عاد تشد من الرقبه من غادي كوطلع معاهم يصير شويه برا كان انت من هكا انت موكاش ما تنكسش لا مش نقز بيك شويه بالحق قول سبحان الذي اسمع قول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين بسم الله ايه نقز ايه قول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وما كنا له مقرنين هذا عم قيس صاحي صاحي انتهى الامر يا سيدي ما شاء الله عليك الضربه الاولى ما شاء الله عليك ما شاء الله يا سيدي ما شاء الله عليك فارس هكذا نصل مشاهدينا الاعزاء نهايه حلقه الليله من برنامج حكايه عم يوسف خوصنا بكم في الطبيعه ورينا كرم وضيافه اهالي المنطقه الطيبين ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده في نفس التوقيت في نفس الموعد على نفس القناه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته